وفي موضوع منفصل، التقى ظهر اليوم أمين الدولة بالتعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين، التقى بخريجي البيطرة والزراعة بعد أن تلقوا تدريبات عملية في جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. عباس بكر مصطفى. أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين يلتقي بعض خريجي قسم الطب البيطري والزراعة بجامعة الإسكندرية فرع تشاد، وذلك بعد تلقيهم دورة تطبيقية في تخصصهم بجامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية والتي استمرت لمدة شهر كامل. استفدنا كثيرا والكثير من هذا التدريب الميداني الذي شمل مراكز مختلفة حكومية، قطاع خاص، زيارات ميدانية، حيث أننا أصبحنا الآن خادرين على تطبيق كل هذه الخبرات التي تعلمناها في الدراسة النظرية والتطبيقية. بما أن فترة التدريب قصير إلا أننا تعلمنا الكثير، وإن شاء الله نقوم بتطبيقها على أرض الواقع. وبعد الشكر والثناء لأمين الدولة في التعليم العالي، قرأ الطلاب متطلباتهم التي تساعدهم. إتاحت فرص عمل في المشروع التشادي التركي، المجزرة التشادية التركية الحديثة بجرمان، والمشاريع الأخرى بالبلاد التابعة لوزارة الثروة الحيوانية، حتى يمكننا إظهار قدرتنا لمساعدة هذا الوطن الذي هي بأمس الحاجة للثروة الحيوانية. أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار قال بأن تدريب الشباب وخاصة خريجي الجامعات في تخصصهم هي في صميم برنامج الحكومة الرامية إلى تطوير قطاع التعليمي بالبلاد. حوالي 18 طالب تلقيتم الدورة التدريبية في مصر. نشكر أشقائنا في جمهورية مصر العربية على هذا التعاون وهذا الدعم. جامعة الإسكندرية تأسست منذ فترة والآن خرجت لنا طلاب في تخصص البيطرة والزراعة، وهذين المجالين هما مجالين حيويين في بلادنا. نحن اقتصاد بلادنا يعتمد على الثروة الحيوانية والزراعة، وأنتم كوادر تخرجتم. هذا فإن خريجي جامعة الإسكندرية فرع تشاد تصل عددهم الإجمالي حوالي 61 خريجا، واستفاد من الدورة حوالي 18 خريجة. كما قدمت هدية لرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو، وكذا لأمين الدولة الدكتور حسين مسار حسين لجهوده المتواصلة في التعليم العالي والبحث والابتكار. شهد اليوم مركز المنى الثقافي افتتاح أعمال ندوة عالمية حول التطرف الديني والعنف في الشريط الساحلي بإفريقيا، وقد تم تنظيم هذه الندوة من قبل قسم البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية. مناسبة الافتتاح ترأس الأمين العام النائب لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار. التقرير محمود موسى الفي. إن محاربة التطرف والإرهاب بأنواعه المختلفة في منطقة الساحل أمر تسعى إليه الحكومة بغية استتباب الأمن والعيش في سلام دائم لجميع المواطنين في المنطقة. وبهذا الصدد نظم الأساتذة والباحثين في التعليم العالي في قسم البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية ندوة عالمية حول التطرف الديني والعنف في الشريط الساحلي في أفريقيا. في كلمته الافتتاحية لهذه الندوة العالمية، الأمين العام النائب لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور أحمد محمد مهاجر ممثلا للوزير، والذي قال إن هذه الندوة تدخل في إطار الجهود التي يبذلها الباحثون في التعليم العالي بهدف دراسة ومناقشة العديد من المواضيع العالقة بالتطرف الديني الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا في دول الساحل. وعليه سيتلقى المشاركون عدة محاضرات مختلفة في شأن الإرهاب والتطرف، منها محاضرة بعنوان الأديان والدولة التشادية في وضع مكافحة التطرف بين الخطابات والعمل، بالإضافة إلى محاضرة أخرى حول السلطات التقليدية والتطرف الديني في حوض بحيرة تشاد، فضلا عن التفسير الديني للعنف في الوسط الإسلامي. ده الخلاصة عن المجتمع عننا أسينا في قسم البحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية هسا جمع الإخوة الباحثين والمدرسين. هذا وقد شارك في هذه الندوة خبراء مختصين في هذا المجال قدموا من دولة النيجر والسنغال والكاميرون، بالإضافة إلى الأساتذة الباحثين في التعليم العالي في قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية بالبلاد.
وتستمر الندوة لمدة يومين على التوالي.